احنا لسه حالات كورونا، وبالتالي لازم برضو احنا كمان نكون مستعدين بان احنا يبقى بنتخذ اجراءات احترازية، اهمها هو التطعيم. والتطعيم الحمد لله موجود ومتوفر، فارجو ما يبقاش فيه كسل للحصول على التطعيم. اخيرا عايزة اقول لحضراتكم ان الحكومة برضو مستمرة في دعم مشروعات الشباب ومواجهة البطالة عبر مبادرة اي جي تراك، او عربات الطعام المتنقلة اللي دشنتها وزارة التنمية المحلية والشباب والرياضة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تقنين وضع الشباب وتوفير عربات الطعام المتنقلة واصدار التراخيص اللازمة للقضاء على اي مظاهر عشوائية بالشوارع والميادين. التقرير الصادر من وزارة التنمية المحلية اتكلم عن مبادرة اي جي تراك انها مستمرة على مدار 5 سنين مقبلة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب. اتكلمت عن تنظيم عمل عربات الطعام المتنقلة من خلال المبادرة ونشر ثقافة فكر العمل الحر. اللي قدام حضراتكم دلوقتي هي الصفحة لهذه المبادرة على موقع فيسبوك، اعتقد انه من خلالها حضراتكم ممكن تعرفوا تفاصيل اكتر.